مين قال إنه الإفراج أكبر خسارة؟ بالعكس، الإفراج أكبر مكسب ممكن تكسب. خسارتنا لبعض الناس خلتنا نفهم أشياء كثير، ما تعطي أكثر من فرصة لأي شخص، ولا تسامح، ولا أقول لك سامح مرة مرتين، ما زبطت غير طريقة، لأنه كرامتك فوق كل شيء، فوق حبك. الدنيا علمتنا إنه ما في أي شخص سند، السند الحقيقي والوحيد بعد ربنا هو أنت. علمتنا الحياة إنه ما نكبر التفاؤل ونعمل الناس الذي تنازل عشانه هو أول بني آدم على أول مطب رح يتركك ويكسرك. الإفراج مش خسارة، الإفراج هو مكسب. سلام.